تعالوا بقى دلوقتي نبدأ ننزل مقادير وصفة لطيفة، يمكن احنا ما بنستخدمهاش كتير، لكن الفريك ده من الحاجات الرائعة. زمان وفي الأرياف وفي الأماكن اللي بنروح نزور فيها أهالينا في البلاد، تلاقي دايما الفريك ده من الحاجات الأساسية جدا لازم يتعمل، وبيبقى جميل ومفلفل لما كنا بناكله، ويبقى طاجن أو يتفلفل في الحل. احنا النهارده هنعمله كده مفلفل، وهنضيف له شوية خضار يديله شوية طعم، وناكله كده بطريقة لطيفة زي ما بنحاول ناكل الرز بتاعنا، البرياني والحاجات الحلوة دي. فاسمحوا لنا ننزل المقادير بتاعتنا وبعدين نشوف هنعمله مع بعض ازاي. طبعا عندي للفريك لازم هنجيب مثلا نص كيلو من الفريك او 3 كوبايات فريك زي ما هو عند حضراتكم ومناسب ليكوا عدد افراد الاسرة. عندي كمان 1.5 كوباية من الخضار المشكل، ودي برضو ترجع لحضراتكم زي ما انتم عايزين. عندي 2 كوبايتين من الطماطم المبشورة، وعندي بصل، هو بيحتاج بصل، كمية بصل حلوة يعني عشان الفريك يبقى متشوح وجميل. عندي كمان زيت، ممكن نضيف مع الزيت ده زبدة، ممكن نديله تطعيمة معلقة صغيرة من السمنة البلدي لو انتوا حابين. وعندي طبعا القرفة، وعندي جوز الطيب اختياري وملح وفلفل. اللي عايز يعني ايه ياكل بقى شوية فريك مفلفل كده على أصوله، طبعا ليه طريقة هنتكلم عنها دلوقتي. بسم الله. بصوا أنا هسخن هنا ومعانا مدام سوريا من استراليا. اهلا وسهلا حبيبه قلبي. ازيك يا حبيبه قلبي؟ حضرتك وحشتيني قوي. حضرتك وحشتيني بجد. اكتر بجد، ومش عارفه اشكرك ازاي على الاكله الجميله اللي عملتيها على اصولها حقيقي. حبيبتي تسلمي ايديكي، تسلم ايديكي. شكرا ليكي مدام سوريا، سعيده بسماع صوت حضرتك. هي دي عظيمة، النظافة كلها الله يخليك وكل حاجة حلوة بتعملها لنا. حبيبتي تسلميلي مدام سوريا، شهادة على راسي من فوق والله بجد. مش عارفة أشكرك إزاي يا حبيبتي، حبيبتي تسلمي، لأن أنا فعلا بقرف قوي من حكاية الكبد والحاجات دي، يمكن أكلها بره. صح، مش عارفة غسلوها إزاي، ما عملوا إيه. صحيح، تسلميلي، طريقتك عجبتني قوي حبيبتي. ربنا يخليكي مدام سوريا، شهادة حضرتك على راسي والله، تسلميلي. وخليكي سعيدة بسماع صوتك جدا جدا. وأنا مبسوطة إني بكلمك وبشوفك يا حبيبة قلبي، ربنا يبارك لك يا رب. آمين حضرتك، تسلمي لي. آمين حبيبتي لينا ولحضرتك يا رب دايما. تسلمي مدام سوريا، أسعدتيني بمكالمتك جدا، بشكرك. أنا طبعا يعني بسعد جدا بسماع صوت حبايبي بجد، وميرسي إنه حضرتك بتحاولي وبتتعبي معانا عبال ما توصلي لنا عشان تكلمينا من أستراليا. بجد تحية لحضرتك ولكل أسرتك بجد. هبدأ أول حاجة، خلي البصل جنبي كده، وهخلي شوية الزبدة دول، وهاخد الزيت. بسم الله. أنا نقعت الفريك طبعا لو جايبينه من بره، هنعمل كالآتي. هناخده يعني ممكن ننخله او كنا بننقيه لو في اي حاجه كده مش مظبوطه، لو احنا مش جايبينه اكياس، جايبينه من عطار مثلا. وبعدين هبدا اشطفه وانقعه زي ما احنا ناقعينه كده قدام حضراتكم، شايفين ازاي؟ طيب ليه فوائد كتير وهنتكلم عنها دلوقتي. عايزه اقول لكم هو من الحاجات المفيده جدا. تعالوا بس الاول اعمل الخطوه دي وبعدين نحكي عن الفوائد بتاعته ايه باستفاضه كده مع حضراتكم. هاخد الاول معلقتين كده صغيرين من الزبده. بسم الله. بس 2 كده يدوا طعم حلو، كانهم محل المعلقه اللي من او السمنه البلدي زي ما انتم حابين. وهاخد البصل اول حاجه اشوحه حلو. تعالوا بقى ايه نشوح البصل ده. دي هنا بس واحده قشريه نشيلها، وتعالوا بينا ناخد رشه ملح وفلفل عشان نساعد البصل ده ايه يعني يتحمص شويه كده. عايزه اقول لكم البصل ده كمان فيه مضادات اكسده بتحمي القلب، ومفيد جدا، بيعالج الزكام، بيقلل نسبه السكر في الدم، وبيحمي من الكانسر، وبيحسن الهضم جدا، ومهم جدا للنقرس، الناس اللي عندهم نقرس مفيد ليهم قوي. تشوح بس طبعا ما نكترش، ان في ناس بتتعب منه، بيتعبهم، بيعمل لهم حموضه، بيعمل لهم غثيان ساعات، يعني برضو المعتدل هو احلى حاجه في الدنيا. انا خدت رشه ملح وفلفل كده، وهاخد برضو رشه من القرفه مع البصلايه. بحب طعم البصلايه قوي. ليه بقى؟ لان البصلايه لما بتطعم بتدي طعم للاكل كله في وسط الاكل. بصوا كده
القرفة دي رهيبة وجميلة وفوائدها كتيرة، بتدي طاقة للجسم، بتحمي من الألزهايمر مع الوقت بس برضه باعتدال، يعني بتحرق الدهون كويس للناس اللي بتحبها بس طبعا مش بكثير لان في ناس بتتعب منها وبتعلي الضغط، فنخلي بقى نعمل توازن. هاخد رشه من جوستو تي، في هنا عندي واحده مفتوحه، ممكن اخد كده رشه هنا بسيطه. وبعدين هنحكي بقى عن الايه الفريك بتاعنا الجميل ده، بس الاول اشوح كده البصلايه حلو. طبعا هصفي الفريك ده وهنزله مع البصله يتشوح هو كمان تشويحه حلوه قوي زي كاني بحمصه عشان ياخد الطعم والريحه الحلوه دي. وطبعا هنزل بس الاول نسبه خضار لان الخضار انا عايزه طعمه مع البصله، لان انا هحط مع الفريك ده شويه خضار مشكل زي ما حضراتكم شايفين كده، شويه بسله شويه جزر شويه فاصوليا، ندعم بقى بشويه خضار كمان مفيد عشان ايه تبقى الدنيا جميله. وجبه حقيقي جميله جدا بقالنا كتير مش بناكلها، ونحاول ندخلها في ثقافه الاكل بتاعنا مع الولاد بالذات عشان الولاد في حاجات كتير مش متعودين عليها، عايزين بقى نبدا ندعم صحتهم عشان ما نبقاش بنتعرض يعني ايه اللي بيتعرضوا للسمنه والتعب والسكر. الولاد دول نحاول نراعيهم شويه، هم في الاساس هيكبروا هيبقوا شباب او هيبداوا في سن المراهقه، هيبقى الدنيا معاهم حبايبي، عايزاها تبقى مظبوطه وحلوه ما يبقاش في حد فيهم متضايق. هاخد بس رشه ملح بسيطه قوي عشان اطعم الخضار اللي انا حطيته بما اني اضفت حاجه زياده. هنقلب كده تقليبه حلوه، واحنا زي ما قلت لحضراتكم حطيت الاول زيت ومعلقه زبده، شوحنا فيهم البصل، وحطيت رشه من القرفه رشه من جوزه الطيب نطعم البصلايه، وبدانا ننزل الخضار. ومعانا مدام منال، اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا بحضرتك مدام منال، منوره دايما كده ومتالقه دايما يا شيف عظيمه. ربنا يسعد قلبك يا رب، منور بوجودكم ومتابعتكم. وتسلم ايديكي فعلا على الفريك الجميل ده حبيبتي. احنا ناسيين الفريك ده خالص يا حبيبتي. بننساه. يعني احنا ما بنفتكرهوش غير مثلا في المناسبات عشان بس انا اعرف بس ان هو للحمام فقط. ايوه صح، او برام. اللي انت عملتيها دي جميله، وحتى تنفع حتى اللي عايزين يعملوا رجيم شويه، تنفعهم قوي، تنفع كلنا كلنا. اي حد عشان يحافظ على صحته بس يا مدام منال. بامانه تسلم ايدك فعلا. سلامي. فعلا انا حبيبتي. هجربها حبيبتي، جربي وقولي لي رايك. لا بصي انا ما جربت المربى بتاعت الفسيخ مش شربات. يا رب سعدتهم والله العظيم، هعملها لهم تاني يا حبيبتي. كتر خيرك، ربنا يكبر بخاطرك. والله شكرا ليكي. كمان مخلي للمانجا بس خايفه شويه. ما تخافيش، هي بصي جربي منجايه واحده كبيره كده تكون زبديه خضراء، جربي في واحده واحده بس. هتقعد قد ايه شيف عظيم؟ هتقعد لك اسبوع اسبوع 10 ايام ماكسيموم هتاكليها بقى، جربي وقولي لي. خلاص ماشي، انا هجربها في الميه. من غير في الزيوت زي ما انت عملتيها بس كده، قولي لي راي حضرتك فيها ايه. خلاص يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك. صباحك رضا من رب العالمين يا فندم، نورتيني وشرفتيني، تسلمي يا مدام منال، كلك ذوق. طيب الفريك بقى، بصوا هبدا اضيف هنا الفريك، انا بس عايز اصفي شويه الميه دول بعد اذنكم. بسم الله. الفريك ده رائع، عايزه اقول لكم بقى كمان الفريك البلدي مفيش اجمل منه، اللي بيبقى مخضر ده سنه ده اللي يعني عند بقى امهاتنا واهالينا بقى اللي في الارياف، هو ده الاصلي بقى حقيقي، مفيش زي الفرن البلدي اللي بيعملوا لنا فيه الفريك ولا الحمام بتاعهم اللي بيعملوه بالفريك. سبحان الله ليه طعم كده من عندهم من عند ربنا رائع. بصوا بقى الفريك ده نسبه الياف غالي يعني غنيه جدا، بيدي نسبه الياف عاليه وسعراته الحراريه رائعه، وبيحمي القلب لانه فيه نسبه بوتاسيوم، وبيعالج ضغط الدم المرتفع، وبيظبط مستوى السكر في الدم. عايزه اقول لكم الناس اللي عندها مشاكل في الامساك لانه فيه نسبه الياف عاليه فبيساعدهم جدا، يعني بصوا حاجات كده مهمله لكن مهمه افتقدناها يمكن مع ايه مع التطور. بناكلها بعض الناس بتعمل منها بعض الوصفات القليلة، لكن بصوا كده احنا برضو مش عايزين يعني كل شيء معتدل جميل، لما نعمل مرة رز مرة فريك كل أسبوعين مرة هيبقى روعة. بصوا لازم بقى أسيبه شوية، معلش أنا هسيبه شوية يتشوح وهنطلع الاستراحة، بس الرشة بس بسيطة نقطة كده من القرفة، وهحط رشه الملح والفلفل. عايزين تسقوه بمرق مفيش مشكله،
عايزين تسقوا حضراتكم بمرق، عندكم مرق خضار او مرق دجاج او مرق لحم برضو هيبقى روعه. خلينا بس نحمصه كده تحميصه، انا هشتغل فيه كده تحميصه حلوه لحد ما نطلع استراحه بعد اذن حضراتكم، ونرجع مره تانيه بعد الاستراحه نستكمل مع بعض وصفه الحلو ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم.